فيما يتعلق بمراحل الإصدار الحكم بالإعدام، حقيقة هي مراحل كثيرة وتستغرق في بعض القضايا أكثر من 5 سنوات. تبدأ هذه المرحلة بالتحقيق، مرحلة التحقيق أمام قاضي التحقيق، بعدها تنتقل إلى محكمة الجنايات. طبعا محكمة التحقيق ما في قضية تكمل أقل من سنة. بعدها تنتقل للجنايات، محكمة من 3 قضاة، يصار إلى إعادة كل أدلة التحقيق وتمحيصها لغرض التثبت من أن هذا الشخص ثبتت عليه هذه الجريمة الإرهابية أم لا. هذا أول، هاي أول خطوة. هاي الخطوة الثانية، مرحلة التحقيق، بعدها مرحلة المحاكمة. يصدر القرار بالإعدام، يروح للاستئناف، يروح لمحكمة التمييز مباشرة. الاستئناف قبلها؟ لا ما عندنا تمييز، استئناف فقط بالدعاوى المدنية. فالتمييز أيضا القضية تستغرق عندها تدقيقات تمييزية في بعض الأحيان. هم القضاء حقيقة 26، لكن من يعقد النظر في الهيئة الجزائية 3 قضاة. فإلا باستثناء بعض القضايا اللي تتمثل خروج على مبدأ عام أو غيره تحال إلى الهيئة العامة، لكن في جميع الأحوال 3 مراحل. هذه المراحل كل واحدة ما تقل عن 6 أشهر إلى سنة على الأقل. إيش كم قاضي تمر عليها القصة؟ يعني احتمال في دور التحقيق مثل ما كانت القضايا في المحكمة الجنائية المركزية كان لا ينظرها قاضي تحقيق واحد. هيئة تحقيقية مشكلة من 5 قضاة وبعض الأحيان 3 قضاة هيئات تحقيقية، يعني 3 وبعدها يجي 3 بال 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 في أقل حالة قاضي التحقيق. من المستحيل أن قاضي التحقيق يكمل التحقيق بأكمله خلال سنة أو سنتين، قد يصير 3 قضاة تحقيق يتغيرون في نفس القضية. خلينا نقول 3. نعم، وثلاثة بالجنايات، وثلاثة بالجنايات، وثلاثة بالتمييز، 9. وبعدها هذا القرار بالمصادقة بالإعدام يعرض بحكم الدستور وبحكم قانون مجلس قضاء على أنظار رئيس مجلس القضاء. فبالتالي 10 قضاة ينظرون هذه القضية. زين، وبعدها لا زال لحد الآن يذهب إلى رئاسة الجمهورية لإجراء التدقيقات التمييزية والتأكد من وجود خلل شكلي أو موضوعي. زين، وهذا العملية كلها، وهنالك من يظهر لنا ويقول أن هنالك بعض المتهمين قد انتزعت منهم الاعترافات بالقوة أو مخبر سري أو غيرها، مع العرض أن قانون العفو العام أيضا أضاف ضمانة أخرى لمن انتزع منه اعتراف بالقوة أو الإكراه أو نتيجة مخبر سري أن يعرض القضية على لجنة العفو العام. أيضا 3 قضاة.